الدكتور مصطفى حمدي. دكتور مصطفى الاكتنج ترانزيشن تو امبلويمنت كومبوننت مانجر اند ال ام اي اس بروجكت. ده كان عايز يعني تدينا كده نبذه عن ال ام اي اس مينينج بروجكت اوبجكتيفز، فيا ريت لو حضرتك تفضل. شكرا. تفضل. شكرا يا دكتور جدا. مساء الخير جميعا. في البداية أنا يعني حابب بس أشكر بروفيسور راجي على الانترودكشن الرائعة لفكرة التغير في سوق العمل في الفترة اللي فاتت، وخليني أقول لحضراتكم إن لما بنقول الناس في LMIS أو Labor Market Information System دايما الناس بتتخيل ان ده لفظ جديد او فكره جديده او حاجه جديده، لكن الحقيقه انه هنا في مصر الجهود بدات من 2006 لما طلع اول اوبزرفاتوري سنتر فور ايديوكيشن اند تريننج اند امبلويمنت. كانت الجهود دي تقريبا من 2006 ل 2010 وبعد 2011 بالتعاون مثلا اللي حصل ما بين الاي يو والاي تي اف في مصر كان في جهود كتيره قوي. الجي اي زد عمل حاجات كتير اكشلي في الجزئيه دي من خلال الاوبزرفاتوري سنترز. يو اس اي اي دي عمل برضو كتير من الديفلوبمنت بارتنرز. اللي بس مختلف قبل ما اقول اكتر عن ال ام اي اس انه بصراحه الواحد مبسوط وفخور جدا باهتمام الستيك هولدرز من الحكومة المصرية في الفترة اللي فاتت. وزارات كتير من الحكومة المصرية بدأت تركز على فكرة الـ LMIS الـ Labor Market Information System وإيه هو وإزاي يتعمل وإزاي نطبقه بشكل فعال. ببساطة الـ Labor Market Information System هو نقدر نعتبره عقل أو مخ بيفكر للديتا. ببساطة شديدة الناس اللي درست إحصاء تقدر تعرف إنه لو أنت تعرف بيانات اللي فاتت تقدر تعرف البيانات اللي جاية، أو على الأقل تقدر تتوقع البيانات اللي جاية. فسمبلي الليبر ماركت انفورميشن سيستم هو يوزنج أوف داتا، مش لازم بس تكون أرقام، الداتا كلها. فزي ما بروفيسور راجي كده تفضل وقال على التغيرات اللي بتحصل في سوق العمل في الفترة اللي فاتت، فبيبقى في كده توقعات زي فترة كوفيد 19 في بدايتها لما كانت بره مصر، and then بدأت في سيكتورز بدأت تاخد إجراءات احترازية علشان تحمي العمل جوه القطاع ده، وفي سيكتورز للأسف ما قدرتش تلحق تاخد الخطوة، فبالتالي هي كانت متأثرة بشكل أكبر. لكن مع وجود Labor Market Information System هيكون الوضع شوية مختلف. من وجهة نظر تيفات ايجيبت بروجرام يعني او وجهة نظر كمان الايو، نقدر نقول ان احنا بنفكر انه من 2006 يعني اكتر من 16 سنة بنشتغل. ال LMI ويب سايت او بورتل الموقع الخاص بالجي اي زاد الخاص بالتوقعات المهنية وكتير من الجهود، اتس تايم ان احنا ما نشتغلش في جزر منعزلة، الجملة المشهورة يعني. فاحنا بنفكر ان احنا دايما نكون بنشتغل بايد واحدة، وحقيقي كتير من الجهود بتحصل من كل الزملاء في الديفلوبمنت بارتنرز والحكومة برعاية الحكومة المصرية وزارات كتير على رأسهم وزارة التربية والتعليم وزارة التجارة والصناعة وزارة التخطيط طبعا. علشان نوحد الجهود دي احنا محتاجين نعمل حاجة تساعد صناع القرار ان هم يكونوا بياخدوا القرار بناء على معلومة واضحة وصريحة من البداية، مش ان احنا ناخد معلومة كل يوم بناء على اللي احنا شايفينه النهاردة. عايزين نبص للمستقبل شوية. طب هو انا لو جمعت داتا عن سوق العمل وبدأت اعمل Labor Market Information System بشكل قوي هوصل لايه؟ هوصل ان انا ابقى عارف ايه هي فرص الاستثمار. يعني زميلي هنا دكتور ماركس باول هيتكلم يمكن اكتر عن الانترناشنال بيست براكتسز، يعني افضل الامور اللي حصلت في دول الغرب او خارج مصر، فهتلاقونا بنتكلم عن بسهوله بنعرف فرص الاستثمار، الوظائف اللي هتبقى اوت ديتد، الوظائف اللي قربت تنتهي، الوظائف اللي هتستحدث في الفتره الجايه، القطاعات الواعده اللي هتظهر في الفتره الجايه، حتى لو كانت مناطق جغرافيه واعده برضو هيبقى عندي فرصة ان انا اعرفها. كل ده من خلال معرفة الديتا عن سوق العمل ودراستها وتحليلها بشكل واضح. هقدر كمان اساعد بشكل او باخر
في من خلال التعاون مع افكار زي افكار التوقعات المهنيه في رسم شكل المهارات المطلوبه للوظائف في المستقبل. دايما الناس بتقول كلنا محتاجين نروح للديجيتاليزيشن والتكنولوجي، بس هل ده هو المطلوب بس؟ هل مش محتاجين سكيلز تانية؟ احنا بنتكلم عن تيفات سيكتور، فهل احنا مش محتاجين امور تانية جنب التكنيكال او الديجيتاليزيشن او التكنولوجي بشكل عام؟ يعني احنا وجهة نظرنا ان المين ستيك هولدرز في النظام ده او نظام معلومات سوق العمل اللي هيبقى ان شاء الله قريبا تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبدعم من برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني مصر، هيكون الستيك هولدرز بتوعنا هم طبعا الحكومة المصرية، كافة الشركاء التنمويين المحليين، هيكون كل مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية بأشكالها المختلفة، حتى العمالة الحالية، موظفي القطاع الخاص ومسؤولي القطاع الخاص، بحيث ان احنا ناخد معلومة اكيدة ويبقى عندنا كل الديتا في يعني في تيبل واحد او بيج واحدة عشان نقدر نتوقع. فاينلي بقى حابب بس اتكلم على بعد ما نعمل ده هل احنا هنقدر از تيفات ايجيبت، وده يعني let me say it as a promise كده لو تسمحولي يعني اقوله كوعد، هل احنا هنقدر نعمل ده لوحدنا؟ مستحيل، مفيش حد يقدر يعمل ده لوحده، ولا حتى كان مهما كانت قوته مهما كانت دعمه. عشان كده احنا بصدد عمل ان شاء الله، الكلام ده مش هيبقى وعود بقى في المستقبل القريب، لا الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون في اول جلسة نقاش خاصة بمعلومات سوق العمل لجميع الجهات الحكومية، وتم إصدار الدعوات الحمد لله علشان نتناقش في ان احنا محتاجين نعمل سيستم ونعمل كوميتي، لجنة لإدارة النظام ده والإشراف عليه وإشراف السيكوريتي الداتا سيكوريتي اليوسج الريكوايرد ريبورتس اللي هتطلع منه، كل التفاصيل الخاصة بيها تكون متاحة ان شاء الله في الفترة القريبة. ده ببساطة كده، أتمنى أكون وضحت Labor Market Information System. Thank you، شكرا جدا لحضرتك.